اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 20 نوفمبر 1979، حادثة الحرم المكي. بدأت الحادثة فجر يوم 20 نوفمبر 1979، استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، وهو من مقدسات المسلمين بالطبيعة، مدعين ظهور المهدي المنتظر، وذلك بين عهد الملك خالد بن عبد العزيز. العملية هزت العالم الإسلامي برمته، وقع مع فجر أول يوم في القرن الهجري الجديد، وتسبت في سفك الدماء في باحة الحرم المكي، وأودت بحياة مصلين مدنيين ورجال أمن ومسلحين متحصنين داخل الحرم. أغلب المسلمين أنكروا الشيء اللي حدث. بعد صلاة الفجر نهار 20 نوفمبر 1979، وقف جهيمان العتيبي وبجانبه محمد عبد الله القحطاني باش يعلنوا أمام المصلين خروج المهدي، وطلب منهم مبايعة محمد القحطاني باعتباره المهدي الواجب اتباعه. في الأثناء هذه قامت مجموعة من رجال التابعين له، اللي يتبين فيما بعد أنهم من 12 دولة مختلفة من بينهم أمريكان، وقاموا باستخراج أسلحة خفيفة من توابيت تم إدخالها قبل الصلاة باعتبارها تحتوي على جثامين لموتى للصلاة عليهم في المسجد. لكن التوابيت كانت معبأة بالأسلحة والذخيرة، وتمكن المسلحين من إغلاق الأبواب وسد المنافذ في الحرم المكي والتحصن في داخله، وتمكن عدد من المصلين اللي كانوا داخل الحرم لتأدية صلاة الفجر من الفرار، ولكن الباقي ويقدر عددهم بمئة ألف. يبدو أن الكثير منهم اضطروا بشكل أو بآخر إلى مبايعة محمد عبد الله القحطاني باعتباره المهدي المنتظر. وعلى الرغم من التخطيط المحكم للعملية، إلا أنها تم استهلالها بمقتل أحد الحراس على يد أحد المسلحين المنفعلين، هو أمر يمثل خرق واضح وعظيم لحرمة البيت الحرام. في البيت الحرام يحرم سفك الدماء، ومن المؤكد أن جهيمان ألقى خطبة عبر مآذن الحرم أثناء الحصار وبثتها الإذاعات العربية والعالمية، وكانت تحوي على الكثير من الخطب والاتهامات للأسرة الحاكمة السعودية وبعض الاعتراضات على نمط حياة العامة للناس وكيف استشر الفساد، وكان صداها يتردد بين جبال مكة وأحيائها في أوقات متفرقة، كما تم توجيه دعوات إلى أهل مكة والقوات السعودية الخاصة اللي تحاصر الحرم للتوبة والانضمام إلى المسلحين ومبايعة المهدي. الحكومة السعودية لقت نفسها محرجة ومكبلة في مواجهة العملية، وتحدثوا بعض المحللين بكون الحكومة السعودية تعاملت مع حادثة الحرم على أنها محاولة انقلابية تستهدف الإطاحة بالنظام السعودي بأسره، الأمر اللي خلق جو عام من الريبة في كل أنحاء المملكة، وكان لابد من الشروع في أي عمل عسكري من استصدار فتوى تبيح التدخل بالقوة وإدخال الأسلحة إلى داخل الحرم المكي لإنهاء الحصار. وتمكنت السلطات حسب بعض المصادر من الحصول على أصوات 32 من كبار العلماء لاستخدام القوة ضد حركة جهيمان. بعد إصدار فتوى تبيح اقتحام المسجد الحرام بالأسلحة، تم الهجوم، اقتحام المسجد والقضاء على المسلحين. الدخان يتصاعد من الحرم المكي خلال اقتحام رواق الصفا والمروة. العشرة متاع الصباح حسب بعض المصادر نهار 3-4 ديسمبر 1979، وبعد انقضاء أسبوعين على الحصار بدأ الهجوم واستمر حتى حلول المساء، وتمكنت قوة سعودية من الاستيلاء على الموقع وتحرير الرهائن في معركة خلفت وراها نحو 28 قتيل من الإرهابيين وقرابة 17 جريح من قوات الأمن والمصلين، وتم إخراج الباقين أحياء ومنهم جهيمان العتيبي اللي تم إعدامه فيما بعد. تم أسر من تبقى على قيد الحياة ومن بينهم جهيمان العتيبي، في حين كان محمد بن عبد الله القحطاني من بين القتلى، وتم من بعد تنفيذ حكم الإعدام في النجين بعد ما تم تقسيمهم الأربعة مجموعات، أعدم أفرادها في ساحات أربعة من مدن رئيسة في السعودية. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كما اليوم. كما اليوم.